شابة في مقتبل العمر يبيعن أجسادهن بتقسيط، يبيعنه لمن يدفع أكثر، لا يهمهن من يكون الزبون. فتيات خبرن عوالم الليل، فللليل قوانينه الخاصة التي لا يدركها أهل النهار. بعد منتصف الليل يبدأن يومهن، يقصدن الملاهي بحثا عن زبون. ظروف متباينة دفعتهن إلى امتهان الدعرة. يعلمن جيدا أن عملهن يحضره القانون، لكن الواقع يقره. كثيرات رفضن الحديث عن واقعهن، ورفضهن إما لخوف أو خجل، خوف من النظر في المرآة أو خجل من وضعية لا تحفظ كرامتهن. هذه الفتاة قررت تكسير جدار الصمت. صعدت سلم الليل حتى آخر درج وخبرت جميع تفاصيله. ولجت عوالم الليل بعدما أوصدت الأبواب جميعها في وجهها. ألو، لاباس؟ مزيان الحمد لله. أنا ما في الدار، واخا من هنا يسعى. أيام بصلاح كاين بزاف ديال الظروف، منهم الفقر، منهم شي وحدة خرجات عجبها الحال ولات كتخرج باستمرار للزنقة، منهم كاينين بنات اللي كيجيو باش يقراو ما كيكونش عندهم والديهم، ما كيصيفطو لهم واحد الثمن معين ديال الكرا، ديال مصروف قليل. كتجي لواحد المدينة اللي كبيرة، كتشوف بنات كيخرجوا كيمشيو كافي كيسهروا، هادي الوغ داك الفلوس اللي كيصيفطوا لها دارهم ما كيكونش قادينها باش تخرج وتكون بحالهم. الوغ كتعرف كتبقى تخرج بالليل، تتعرف على شي دري صافي كتبقى هكاك كيعجبها الحال، نهار على نهار الفلوس، البنت لابسة خاصها تكون قادة، زعما متطلبات ولاو بزاف. فتيات الليل يعيشن على حافة الضيعة، فهن لا ترين أي مستقبل لهن. يعلمن أن لفتاة الليل مدة صلاحية بنهايتها تغادر هذا العالم. حاليا ما كاين حتى شي مساعدة. اوكي اللي لقاوها في الزنقة كيقبطوها كيديوها، هادشي اللي كاين. أما زعما باش يساعدوهم ولا باش زعما يديروا لهم شي آفاق ولا شي حاجة باش يخدموا ولا هادي كاينش. لم يعد عالم الليل يفتح أحضانه فقط للفقيرات، فهناك أيضا فئات جديدة ولجت هذا العالم بعدما كانت تعيش إلى وقت قريب خارج الخط الأحمر. الفتاة هنا هي أشبه بسجارة تشتعل ثم تحترق من أجل متعة عابرة. بنت كما كيقولوا دايره بحال واحد الوردة، إلا حطيناها في واحد الفاز واحد اللي كيقبط فيها ومحافظة عليها كتبقى ديما متفتحة، إين فوا كيجي كل واحد يشبر فيها كتتبال دغيا. هذه هي البنت.